حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي، هنبدأ مع بعض حل تقييمات الوزارة الصف الخامس الابتدائي الأسبوع الخامس. هنبدأ مع بعض يا أبطال يونت 3، How do I look؟ كيف أبدو؟ Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. He packed a small for the weekend، هو حزم وعبى إيه صغير للعطلة الأسبوعية. شوز مش هينفع علشان في إيه، كوت هل في حد بيعبي وبيحزم المعطف، سوت كيس حقيبة السفر، هي دي مثلا. بس لازم أكمل هنا في شورتس مش هينفع علشان هنا مفرد أسمول، محتاج شنطة أعبيها في الأجازة الأسبوعية. I a racket to play tennis last week، الأسبوع الماضي اشتريت تصريف تاني. أوعى تقول لي باي أزعل منك، لكن إجابتي بود. It's too cold today، إنه بارد جدا للغاية. I need to wear my، محتاج سويتر طبعا، الجو برد جدا جدا، مش هلبس تي شيرت بنص كم ولا شورتس ولا كمان حقيبة. She has white on her two hands، عندها ايه في ايديها الاثنين؟ gloves طبعا. She wears her sunglasses too، فاكرين تو السببية؟ بعد تو ما يجيش اس ولا اي ان جي ولا كمان اي دي، اجابتي هتكون بروتكت. The children wear، الاطفال بيرتدوا ايه in the parties، في الحفلات، هول صالة قرعة، gloves قفازات، crown تاج، ولا كاستمز ازياء، ازياء مميزة في الحفلات. The long white robe، ثوب أبيض طويل، that is very popular، أكيد طبعا جلابية. We need to our suitcases، مفروض أكتب باك، we need to pack، هنا فعل في المصدر رايت، لو هكتب أسماء الحقائب أثناء السفر ممكن في ناس بتكتب أسماء على الحقائب، أو هكتب كلمة back. My teacher a red pen to correct homework، مدرسي using مش هينفع، مفيش is، use غلط، teacher واحد بس، عندي حل من الاتنين، uses ولا used. أفكر في yesterday، لا في last، لا يبقى مش هينفع used، إجابتها هتكون uses. ليه يا مستر؟ علشان دي عادة للمدرس استمرارية، بيستخدم قلم أحمر لتصحيح الوجه. They went to park، ذهبوا إلى الحديقة العامة، لكي to play with friends، ليلعبوا مع الأصدقاء. يلا مع بعض نحل الأداءات المنزلية. My grandfather likes، أضيف إس هنا يا أبطال، wearing sometimes so he wears جلابية. Something comfortable، جدي بيحب يرتدي شيء ما مريح، علشان كده لذلك هو يرتدي الجلابية. We to أسوان last month، last month يعني الشهر الماضي، traveled سافرنا إلى أسوان الشهر الماضي. I bought a new suitcase، اشتريت حقيبة سفر، to take لكي أخذها on holiday. John went to the supermarket، market بس، John ذهب إلى السوق yesterday to some orange to buy، طبعا to مكتوبة يا أبطال، أكتب to باي هنا إجابتي، أنا أحذف تو اللي موجودة في السؤال.
My brother a film an hour ago. Yesterday, last ago. يبقى على طول هضيف للفعل دي او اي دي او اي اي دي. Watch, watched. What do you usually in summer? Sunglasses. What do you usually wear? ترتدي. ماذا عادة ترتدي في الصيف؟ طبعا النظارات الشمسية. She bought a striped to celebrate شم النسيم. هي اشترت ايه مخطط؟ اكيد فستان مخطط لكي تحتفل بشم النسيم. At bedtime في وقت النوم. I put on ارتدي my pajamas. البيجامة طبعا. I to the market with my sister last Friday. لو منتظم دي او اي دي او اي اي دي، لكن اجابتها هتكون ايه هنا؟ went. I went to the market with my sister last Friday. You should take. يجب ان تاخذ. It's cold outside. الجو برد في الخارج. A coat. معطف. مكملين يا ابطال التقييمات الاسبوعيه. Put the words in the correct order to make correct sentences. محتاج أرتب الكلمات علشان أكون جمل صحيح. Striped مخطط. I've عندي. A حاجة واحدة. Dress فستان. Got. I've got عندي. الصفة تيجي الأول. A striped dress. I've got a striped dress. عندي فستان مخطط. Favorite مفضل. Is يكون. My thing شيء. My جلابية. ممكن أقول جلابيتي هي الشيء المفضل، أو الشيء المفضل هو جلابيتي. My جلابية is my favorite thing، أو my thing is my جلابية. الاتنين صح يا أبطال. To إلى أو لكي على حسب اللي يجي وراها. لو مكان يبقى إلى، لو فعل في المصدر لكي. باي يشتري. went. ذهبت. يبقى I went. أنا ذهبت. to the market إلى السوق. to buy apples. I went to the market to buy apples. ذهبت إلى السوق لكي أشتري التفاح. do what you for where eat. أداة استفهام what. بعد كده فعل مساعد do. يبقى what do. أداة استفهام فعل مساعد فاعل you. بعد كده what do you فعل في المصدر. what do you wear ماذا ترتدي. for eat للعيد. what do you wear for eat to لكي أو إلى على حسب. ونحن. The internet. الانترنت. used استخدم. make يصنع. project مشروع. we used استخدمنا. the internet استخدمنا الانترنت. ليه؟ to make a project. we use the internet to make a project. put the words in the correct order to make correct sentences. has لديها. يبقى she has عندها ايه؟ she has a crown. عندها crown tag on her head. she has a crown على رأسها. on her head. you what where did. What did you wear? ماذا ترتدي؟ To celebrate شم النسيم. What did you wear? To celebrate شم النسيم. Pasta. مكرون. أنا. Last weekend. I cooked pasta. طبخت المكرونة last weekend. Has Ola white on
gloves, hands, hair. علا عندها white gloves، قفازات بيضاء، on her hands. علا has white gloves on her hands. went، ذهب. ذهبت library، مكتبة. I went، أنا ذهبت، to the library، ذهبت إلى المكتبة. ليه طيب؟ لكي to borrow books. I went to the library to borrow books. A white boat. He suit play to karate. He bought، هو اشترى، اشترى ايه؟ A white suit، بدلة بيضاء، to do karate. طبعا عارفين karate يجي قبلها do، يبقى he bought a white suit to do karate، لكن مش موجودة do، هكتب play. beach، شاطئ. she to went to the swim، هي ذهبت إلى الشاطئ. she went to the beach لكي تعوم، to swim. she went to the beach to swim. do you what were usual. what do you usually wear. what do you usually wear. usually مكانها قبل الفعل. pockets، جيوب. have، عندهم. and، وجلابيز، جلاليب. جلابيز have pockets and long sleeves. ممكن أبدل؟ طبعا. جلابيز have long sleeves and pockets، لكن يفضل أقول جلابيز have pockets and long sleeves. did، buy، why. a، you، suitcase. why، أداة استفهام، فعل مساعد، did، يبقى why did you buy a suitcase، لماذا اشتريت حقيبة سفر. مستر نصري loves you so much. لو الصوت واضح تمام دوس لايك علشان نكمل مع بعض. لو عجبك الفيديو شيره مع أصحابك. don't fear مستر نصري زير.